إذاعة القيروان للصحة. موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالشأن الوطني، زار 6,116,000 وأكثر من 756 سائحا تونس إلى حدود يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري، أي بزيادة في عدد الوافدين قدرت ب 159% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المدير المركزي للتسويق في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أن الأرقام التي سجلها القطاع السياحي خلال سنة 2022 جاءت مطابقة للتوقعات منذ بداية السنة. من جهة أخرى، قررت شركة إيطالية مشرفة على مصنعي تكرير الرمال وتصديرها في كل من الوسلاتية وسوسة وقف النشاط بداية من غرة جانفي القادم، وبذلك يحال أكثر من 80 عاملا على البطالة. من جهته، قال كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال في الوسلاتية رمزي الجيزاني خلال تدخل هاتفي أن الشركة قررت وقف النشاط جراء قانون المالية للسنة القادمة، والذي يطالب بدفع جباية تقدر ب100 دينار، في حين أن كلفة الطن تعدل 20 أورو، أي ما يقارب 60 دينار تونسية ككلفة جملية. في سياق آخر، طلبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بأن تكون طرفا أساسيا في صياغة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفي تحديد هيكلته وصلاحياته وبرامج عمله، معبرة عن رفضها للتمشي الانفرادي الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في إحداث هذا المجلس. من جهة أخرى، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر أكتوبر من السنة الحالية كثاني شهر أكتوبر الأكثر جفافا منذ عام 1960، وأشار معهد الرصد الجوي إلى بلوغ إجمالي الأمطار خلال أكتوبر الحالي حوالي 92.8 مليمتر، وهو ما يمثل 9%. في أخبار العالم، أفاد موقع CNBC بأن الاقتصاد البريطاني يشهد تدهور ملحوظ ويعاني من التضخم نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.